رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نصارع لهم في خيرات الله يجرون إن الذين هم بغاية ربهم مشرون بك من همزات الشياطين بك
رب يغفر فيما تركت كلا إنها كلمة هو رائدها وكما لا يجعل إلى يوم يبدو قيام في صور فلا أنزل في حق يوم إلي ويحد سهل فقر فوزينا وضعيك ونبرها خفت موازينه فأولئك الذين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقد جلدنا وهو كنتم من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم شهداء فإذ لم يأتوا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا تبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم والسعة أن يؤتوا للغربى المساكين يا مالك الدنيا عليك
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نار يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فوجد الله عنده فأكبر حسابه ولا عليه رجاء أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فما بعد لما يسبح له من في السماوات
والصفات والأرض والضيق صفات من السماء من جبال فيها حبالا ما يفهم ويشاء ويغلب عما يشاء ويكاد سنة بريئة وبالأمساء الله الليل أحنا إن في ذلك غير ذلك بالأمساء الله خلق كل ذلك من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا 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 عليك
لكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون I'm
بعيدا سمعوا لا تغير النفير وإذا أرموا منها مكانا ضيرا يدعونك إلى الجنة الذي بعدها
Yeah.
I'm not
Yeah.
Samaa
بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعملون أولئك الذين هذا لا أقوم دمعي
يبدونني بمال فما أعطاني الله خير مما أعطاكم الله بهدية جنة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله لنبيتنه وأهله ثم لنبلن وجعل الله رواسي وجعل بين البلدين هاجسا ما يجعل
البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرزقكم من السماء فلا نهاية أما الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات ولا في الأرض إلا الله وما يكون عيانا يبطلون بل أدرك علمهم في الآخرة حرم الله رجاء ومدرنكم
يا موسى إن البلاد من عندك بيدك ما هو
استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سبيت لنا Hallelujah.
Come on, 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 come on
الكتاب إلا رحمة منك ما تكون الذين ويصدنك عن آيات الله كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ما يشاء الرحمن ما يشاء
الودد بينكم إلى أن الدنيا ثم يا فالذين آتينا
Yeah.
قبل إن كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما Yeah.
ما زرمت انبره بها Salam.
مطل وأجدهم بآيات يقول الذين كفروا أنتم إلا مبطلون ذلك لما وبث فيها من كل دابة ما تدا من السماء ما مدى فيها من كل دابة غرب الله فأرضي ما ذهب الذين من دونه فلظالم ولظالم به ولقد أتينا لغمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر
البحر يمد من بعد يولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجر مسمع وعلى ذهب ما دمر نهار ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون بدون الباطل وأن الله هو العلي الكبير أن الفرقة تجري في البحر بنعمة الله يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده Yeah.
Ya Maria,
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وقد
وقد يارهم وما الحياة الدنيا والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجاك لكي لا يكون المؤمنين قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
المؤمنات ثم بلغت منهم من يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فضلنا ما فر الله عليه ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تبرع عيناك ولا يحزن عليهم بما أتيتهن وأن من أزواج ولا وجبك أزواجهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا ضغمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم الله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عليما وأن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن الأخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان كل شيء إن الله وملائكته يصلون على النبي Yeah.
كالذين هادوا موسى والمشركين والمشركات ساكنهم آية جنتان عيا
يمين وشمال وظلموا أنفسهم فجعلنا